انخفض مخزون التنفس لديك إلى الربع، أتريد الصعود؟ لا، سأكون بخير، اقتربنا. إن لم تجده فسأخرجك. سأعثر عليه. حسناً. لدي شيء هنا. ما هو؟ لا صدى، واللون صحيح، وربما ارتطم بالصخور وتمزق قبل الهبوط. أنت تتلعثم. آسف، تبدو كقطعة من الحطام، لابد وأنه قريب. تستفزني يا دريك جدا. ها أنت ذا، وجدته. حسنا، كيف يبدو؟ إنه متداعٍ ولكن سليم. ماذا لدينا هنا؟ حسناً، أرى الشحنة، يبدو أن أغلب الصناديق هنا. أيمكنك عدها بدقة؟ يجب أن أدخل لأفعل هذا، انتظر. حسناً، هيا بنا. صباح الخير. حسناً، دخلت. يبدو أن الكثير منها لا يزال مربوطاً. فلنرى، لدينا 1، 2، 3، 4، 5. وفقاً لحساباتي يوجد صندوقان مفقودان، سأبحث عنهما. انتظر، اصعد لتغيير اسطوانة الأكسجين. إن الصندوقين قريبان، سأجدهما. ها، وجدت واحداً. تباً، الصندوق مثبت تحت المقطورة. سأخبرك، أمن الصندوق الآخر أولاً، ثم سنرفع المقطورة لك. ولهذا تحصل على مبالغ كبيرة. نعم. لا، لا يمكن أن يبتعد الصندوق لهذه المسافة. وجدت الآخر. وجدت واحداً وبقي واحد. ضعه في المقطورة، نحن قريبون. حسناً، إلى اللقاء. هذا يزداد ثقلاً. تذكر، ما أريد استعادته من النهر هو المقطورة. حسناً، تم تأمين أحد الصناديق. توقيت جيد، نحن فوقك، الحبال في طريقها لك. ها هو قادم. ها
حسنا، إنه في موقعي. اربط المقطورة وسنرفعها قليلا لك. لقد أمسكت الكابل، سأربطه حول أحد المحاور. يجب أن ينجح. أجل. هذا واحد. انتبه لمخزون الأكسجين. لا بأس. هذا الثاني. حسنا، المقطورة مؤمنة، جاهزة للتحرك. حسنا، ابتعد، سنرفعها. أنا جاهز. هيا بنا للأعلى. حسنا، أهذا يكفي؟ نعم جدا، لا تسقطها فوقي. لن أعدك. حسنا، حصلت على الصندوق الآخر، سأربطه مع الصناديق الأخرى. هيا هكذا. يا إلهي، كل الشحنة موجودة ومحسوبة، وهناك مخزون أكسجين لخمس دقائق. يا إلهي، ربما عليك أن تبقى إذن لتبحث عن بعض الكنوز الأخرى هناك. لا يكفيني هذا. تريد توصيله؟ أود توصيله. أخبرني عندما تكون جاهزا. أنا في موضعي، أبعدني عن هنا. لك هذا. إلى الأعلى. أفضل الآن بعد الخروج من النار. ستظل رائحتك الأسماك. سنأتي إليك. تماسك. صامت. كيف حالكم؟ تسرني عودتك يا دريك. نعم، تسرني العودة. ألقي عتادك. خذ. شكرا. أوه، هذه الأسطوانة خفيفة. أجعل وظيفتك أكثر سهولة. يا رجل، ما الأخبار؟ ما رأيك؟ استعادة؟ لآخر جزء. تظهرنا بشكل سيء. أحسن صورتكم. أريد توقيعك على هذا. حسناً، أتمنى لو يأكل كل هذا إلى الكمبيوتر. فالمؤجل هذا بطلي. هيا فلنرى ما أحضرت. ما رأيك أن تجعل أحداً آخر في المقدمة؟ أستحق راحة. لا شكراً لك، أفضل الغطس على التواجد في المكتب. نعم حسنا، في الحالتين سيمر بعض الوقت قبل الغطسة التالية. عما تتكلم؟ ماذا عن يوم الخميس؟
بحقك لا. العرض منخفض. إنها مسحة. المنافسة صعبة. فالمرة ألا تشرفنا؟ بالتأكيد. شكرا. مذهل، انظر إلى هذا، حصلنا على نحاس. ستدهشك قيمة هذا الشيء، يدفع العميل الكثير لكل الكمية. ألا تريد إذابته لصناعة العملات؟ هيا بنا نحتفل. على حسابي. أذهب إلى الحانة؟ لا لا لا، ما لم يكن هناك تعويض. إن لم يكن لديك مانع سوف أنهي بعض المعاملات الورقية ثم أذهب إلى المنزل. هل أجلنا؟ حسناً كما تريد. اسمع، أحسنت اليوم. شكراً. أحس. هاي هاي نيت اسمع. أهلاً، ماذا تفعل هنا؟ معي هدية لك. هدية؟ ماذا؟ وصلتني أنباء عن ذلك الحطام على ساحل ماليزيا. لا. السفينة سليمة. حقا؟ الحمولة جاهزة. أنت بالفعل شخص ملح. ووصلت أموال المعدات، نحن جاهزون باستثناء الرجل الأفضل، الرجل الوحيد الذي أثق به يشعر بالتردد. لم أشعر بهذه الثقة من قبل. أخبرني مصدرك هذا، أمعه تصاريح؟ لا، لم يحصل على التصاريح. لا أحد يحصل على التصاريح. بالطبع لا. نيت، هذا في صالحنا. لا تصاريح يعني لا منافسين. السفينة لنا. لا تصاريح يعني مستحيل. نيت، هذه أموال التقاعد لكل منا. لا أعرف ما تريد، لكن لا أريد العمل في استرجاع الخردة وأنا في الستين. أفضل من السجن. اسمع، سأرفض هذا، فلترفضه أنت أيضاً. خذها معك فحسب، جاريني. أنا لن أغير رأيي. فلتفكر في الأمر. بلغ كارلا والأطفال التحية. حسنا، لا ضغوط يا نيت، فكر في الأمر.